مرحبا، بهذا المقطع الفيديو رح نتعلم كيفية تسجيل بجامعة سكاريا. طبعا جامعة سكاريا أنا من الجامعات اللي بحبها كتير ومن الجامعات اللي قوية جدا. هلا بعد ما ندخل على رابط التسجيل رح يطلع عنا هذا الشكل. طبعا بأول فراغ رح نحط البريد الإلكتروني، أول فراغ البريد الإلكتروني. الفراغ الثاني راح نحط كلمة سر من عنا، يعني من إنشائنا. تمام، بعد هيك بضغط هون. تمام، أعطاني صح. بعدين نحط تسجيل دخول. تمام، بعد هيك هلا هون كاتب لي الشروط وبعض المعلومات وإلى آخره. بحط أنا مين قرأتهم، بعطي إلى الأمام. هلا فتح هيك عندي صفحة التسجيل. تمام، هلا أول حقل رح يكون الاسم، الحقل الثاني الكنية، الحقل هذا رح يكون تاريخ الولادة، مكان الولادة، بعدين الجنسية ذكر أو أنثى. بعد هيك اسم الأب، هون اسم الأم، هون الحال إنه أنا يعني أنا شو وضعي، أجنبي ولا معي جنسية تانية، أو معي مثلا تيجي وطن دشة أو ماوي كارثة. تمام، نحن بخصوص طلاب الأجانب بيضغطوا على هذا الخيار. تمام، على هذا الخيار. بعد هيك نختار الدولة. بعد هيك نضع رقم الإقامة أو جواز السفر أو تيجي نمرس بالنسبة للأخوة السوريين. بعد هيك هون بهذا الحقل قسم التواصل بحط رقم الهاتف. بعدين هون نضع العنوان. بعد هيك هون نضع تاريخ تخرج من الثانوية، طبعا هذا قسم التعليم. بعد هين هون بنحط اسم المدرسة اللي درسنا فيها. هون بعدين أنا كيف بدي فاضل، عن طريق الثانوية أو عن طريق اليوز. هلا راح أحط أنا عن طريق الثانوية. تمام، بفتح على هذا الخيار كرمال اختار نوع الثانوية اللي أنا عندي إياها. هلا بخصوص الطلاب السوريين طبعا مذكور هون كل شيء، يعني موضح تماما حسب كل طالب وشو نظام شهادته. بننزل شوي لتحت بخصوص الطلاب المصريين كمان موضح هذا الشيء، وبخصوص الطلاب الألمان، الطلاب العراقيين، بخصوص هلا الطلاب اللي عندهم شهادات مثلا اسمه مو مذكور بإمكاننا نختار هذا الخيار. تمام، دبلومة مثلا الشهادات الجزائرية المعدل بيكون من 10، فبإمكانهم يختاروا هذا الخيار دبلومة 10. تمام، ومثلا بخصوص طلاب العمل السوري تركيا اللي شهادتهم أتشيكوراتم، تمام، بإمكانهم يختاروا هذا الخيار دبلومة من 100. تمام، يعني هلا كل طالب اسم شهادته مو موجود بامكانه يختار هذا الخيار، او حسب مثلا بعض الطلاب شهادتهم من 20، بعضهم من 10، بعضهم من 4، فبيختار من هون. تمام، يعني هاي دبلومه معروفه هي الشهاده الثانويه. تمام، وهون نظام المعدل من قد ماشي. طبعا مثلا نختار الشهاده العراقيه وبحط المعدل مثلا هون. تمام، طبعا الشهاده العراقيه المعدل كان بظن من حطاني هون أقل شيء لازم يكون 350، فأنا راح أحط مثلا 500. تمام، حطيت المعدل تبعي أنا. بعدين شو بضغط؟ بضغط هون. تمام، هلا هذا الرقم أنا ما دخلني فيه ولا بلعب فيه أبدا، ولا أصلا بيسمح لي إنه أنا أعدله. تمام، الجامعة لحالها هي بتحسب هذا المعدل اللي أنا راح فاضل فيه. تمام، هلا مثلا أنا بدي فاضل على شهادة اليوز، حط الخيار الثاني. تمام، وبحط اسم الامتحان ده. طبعا هون امتحانات الدولية وما امتحانات اليوز. بفتح هي القائمة، امتحان السات او شهادة البكالوريا الدولية. تمام، ومذكور هون امتحانات اليوز اللي بتاخدها الجامعة. تمام، مثلا نفترض مرمرة. اوكي، انا مثلا جايب 90 بمرمرة من 100، بعطي هون حساب بينزل لل 76.5. تمام، وبعطي كايدت وبكفي نظامي.
فهذا الشيء انه انا يعني هذا المعدل هون انا ما فيني احطه على كيفي، انا فقط علي اني انا هون احط المعدل تبعي، وبعطي هون حساب وبعطيه قاعدة. تمام، هلا بعطيه قاعدة حفظ. هلا هون اول شيء مطلوب مني ارفاق الصورة الشخصية، رح نختار صورة شخصية مرفقة. هلا هون جواز السفر او الاقامة او الكملك، هون الشهادة السنوية الأصلية يعني الشهادة الأصل. بهذا الحقل بنرفق الترجمة، بهذا الحقل بنرفق وثيقة الامتحان الأصلية. يعني أنا مثلا معي سات، برفق السات هون. هلأ هون مطلوب الترجمة كمان للوثيقة، كمان برجع بكررها مرة تانية بعد ما أخلص. طبعا ثواني شوي، انا نسيت شغله. بعد ما حطيت الصوره بضغط على يوكلا، بعدين بضغط جواز سفر، كمان يوكلا، كمان يوكلا، كمان يوكلا. تمام، بالنهايه شو صار عندي هون؟ صار عندي كل الملفات اللي انا عبيتها. بعد هيك بعطي الى الامام. هلا هون عم بيسألنا انه ليش انتو اخترتوا الدراسة بجامعة سكاريا. طبعا كمان بامكانك الكلام مفتوح انه انت ليش بدك تدرس بهي الجامعة، يعني شو اسبابك. تمام، يعني هلا مثلا رح كتير طلاب رح تسألني انه مثلا انه انا شو بدي اكتب هون، يعني ما بدي السؤال، انت ليش اخترت الدراسة بجامعة سكاريا، حط الاسباب. انا والله درست بهي، انا بدي ادرس بهي الجامعه لانه هي جامعه قويه، لانه موجود فيها مثلا الفرع اللي بدي اياه، المدينه حلوه، المدينه رايقه، الاسعار مثلا بالنسبه للطلاب الاجانب يعني منخفضه، في اندريم، في تخفيضات، في اشياء منيحه، في اشياء حلوه والى اخره. بعد ما اكتب بعطي حفظ وبعطي الى الامام. هلا هون بهذا القسم اختار اسم الكليه، تمام، مثلا فن ادبيات فاكولتس. وبهذا القسم بختار التخصص مثلا كيمياء، وبهذا القسم بختار انه هاي الرغبه قد رح يكون رقمها، انه قد رح يكون ترتيبه مثلا 1. تمام، بنزل شوي لتحت وبعطي قاعده، بنزل شوي ليك الرغبه نزلت. تمام، بامكاني اني احذفها انا كمان من هون. تمام، انا رح اكتفي برغبه واحده. طبعا بامكاني ان نحط 3 رقابات. بعد هيك بعطيه التالي. طبعا هلا هيك انتهى التسجيل بنجاح، خلصنا تسجيل بجامعة سكاريا. بإمكاني أنا أعمل يصدر طباعة الباشور. تمام، هذا هو الباشور اللي أنا سجلت فيه، وبننتظر النتائج. بتمنى لكم كل الخير والتوفيق. أخوكم بالله علي النبهان.